تقع الجمهورية اليمنية في الجنوب الغربي لقارة آسيا جنوب شبه الجزيرة العربية بين خطي عرض 12 درجة و20 درجة شمالا، وبين خطي طول 41 درجة و54 درجة شرقا، ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر، وهي على بعد 3 ساعات من خط الملاحة الدولية. يتنوع مناخها بين حار رطب في المناطق الساحلية ومعتدل في المرتفعات الجبلية وصحراوي في المناطق الصحراوية. تتكون تضاريس اليمن من 5 مناطق: جبلية وهضبية وساحلية وصحراوية في الربع الخالي وجزر. تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية حوالي 555 ألف كيلومتر مربع دون الربع الخالي. تم تقسيم الجمهورية اليمنية إداريا إلى 21 محافظة. مدينة صنعاء هي العاصمة السياسية للجمهورية، وتمثل مدينة عدن الميناء الرئيس والعاصمة الاقتصادية والتجارية. أهم المدن اليمنية الرئيسة بالإضافة إلى صنعاء وعدن هي مدن تعز والمكلا والحديدة وإب. عدد سكان الجمهورية اليمنية يفوق 20 مليون نسمة، ويصل معدل النمو السكاني إلى 3.5%، ويقدر معدل البطالة بـ 11.5%، وإجمالي القوى البشرية من سن 15 عاما فما فوق يصل إلى حوالي 50% من السكان. اللغة الرسمية لليمن هي اللغة العربية، ولغة المال والأعمال الإنجليزية، ودين الدولة هو الإسلام. توقيت الجمهورية اليمنية هو توقيت غرينتش زائد 3 ساعات. أما ساعات العمل ففي القطاع العام 5 أيام في الأسبوع من السبت حتى الأربعاء بفترة واحدة فقط. أما في القطاع الخاص فهو 6 أيام من السبت حتى الخميس بفترتين صباحية ومسائية، ويشكل يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية. العملة الرسمية لليمن الريال اليمني، والذي يساوي 185 ريالا مقابل الدولار الأمريكي. السياسة الاقتصادية تقوم على أساس آليات السوق والحرية الاقتصادية وتوفير المناخ المحفز على المبادرة الخاصة والاستثمار. وينمو الاقتصاد الياباني بصورة مضطردة، ويصل متوسط معدل نموه السنوي إلى نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% بالأسعار الجارية، فيما يصل هذا المعدل باحتساب الأسعار الثابتة إلى نسبة ما بين 2 إلى 4% سنويا. يعمل أكثر من 60% من السكان في القطاع الزراعي الذي يشكل القطاع الإنتاجي الأول في اليمن، ويعتبر المجتمع اليمني مجتمعا ريفيا، حيث يستوعب الريف حوالي 75% من السكان.